عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي من مدينة بنزرت. أنا اليوم باش نطيب روز بالسيبيا. حضرت شوية سيبيا، هذه كيلو ونص سيبيا. السيبيا غسلتها ونظفتها، تحصلت على 750 غرام. باش نطيب 300 غرام روز، هذوما 300 غرام. أنا خذيت الروز العادي، احنا نطيبوا الروز اللي نحبوا عليه اللي يساعدنا. والروز نتاع اليوم انا باش نطيبه على التفوير، وباش نحط له شويه سفناريا باش نقشرها ونقصها في فتة صغار، وباش نفصص الجلبانه. وهذايا الفاح اللي باش نفوح بيها الروز، تحب بصل قصيتها جويده، ومن المستحسن كان عندنا البصل الاحمر، وثوم مقصوص، وفلفل اكحل. فلفل اكحل مفوحه، فيها خليط نتاع فاح، فيها بشور برقدان، وفيها الجبابه، وفيها شوش الورد. باش نحط شوية هريسة، تابل، كركم، الصلصة باش نحط لها وريقة روند، من غير طماطم معجونة، عندنا ملح، وباش نحط شوية كمون. وقت اللي يطيب الصلصة السيبيا راهو يفوحها برشا الكمون. بصفة عامة غير البحر الكل لازمهم شوية كمون، راهو يفوح برشا. وعندنا زيت زيتونة. وتوا باش نبدا نحضر الفطور نتاعي، باش ناخذ السيبيا وباش نقصها تريفات. السيبيا هاني كما تقسيتها، كي نقصوها هكايا كيما توا هكايا قسيتها، شوفوا كيفاش خصانها تريفات هكايا. وتوا السيبيا باش نفوحها، الصوابع ما نقصوهمش، نخليوهم كاملين. نحط شويه ملح، شويه تابل، شوية كركم، شوية فلفل أكحل، شوية هريسة، نصب شوية ماء باش نحل أكل الهريسة. الهريسة هاني كملت حليتها، توا نخلط أكل التفاح في وسطك السيبيا. السيبيا هاني كملت فوحتها، توا باش نخليها تشرب أكل الملح والتفاح. ما بيننا قشرت أكل السفناريا وقصيتها ونفصص أكل الجلبانة. وباش نحط الماء يغلي اللي باش نفور عليه الروز. المقفول اللي صبيت فيه الماء باش نحطه على النار حتى يغلي، وبعد باش نحط الروز يفور. السفناريا قشرتها وقصيتها، نقصوها هكايا تريفات صغار. الجلبانه فصصتها، الماء غلي، الروز غسلته، وتوا باش نحطه يفور. الروز باش نحطه يفور 10 دقائق. توا باش نحضر الصلصه نتاع الروز، نصب الزيت مقدار نتاع 6 مغارف زيت، نحط البصل، نحط الثوم، نخلط ونخليهم يتقليو حتى يسيبوا الطعم نتاعهم في الزيت. السفناريا باش نحطها تفور مع الروز في تفويرة ثانية. الجلبانة باش نصمتها في الماء، باش نحط لها شوية ملح ونخليها تتصمت. البصل والثوم ذبلتهم في وسط الزيت، خذوا كلونا شوية. توا باش نحط السيبيا اللي فوحتها. السيبيا راني ما صمطتهاش، خليتها كما هي.
نحط ورقة الرند، نخلط السيبيا، نقليوها شوية على نار واطية. الروز عنده 10 دقائق يفور، توا باش نبردو شوية. نخلطو، وبعد ما نخلطوه نحطو له شوية ملح، نصب الماء باش نعومو بالماء، نخلطو. وتوا باش نحطو في الكسكيس يقطرك الماء بتاعو، نحط السفناريا، نخلط. وتوا الروز باش نحطو يفور 15 دقيقة. السيبيا تقليت، توا باش نحط الطماطم المعجونة، نحط مغرفة طماطم، نصب شوية ماء باش نحلك الطماطم، ونخلط. هاني كملت خلطتها، توا باش نخليها تتقلك الطماطم على نار واطية. الجلبانة اللي صمتها طابت وهاني طفيت عليها، وكي نطفيو عليها نقطروها في الكسكيس ونصبولها ماء بارد باش تقعد لونها خضراء. السيبيا تقليت الطماطم نتاعها هاكا، توا باش نصبلها شوية ماء، ونغطيها ونخليها تغلي حتى تطيب السيبيا. السيبيا قريبة تطيب، تغلي عندها ربع ساعة، هي راهي طرية السيبيا هذيا. نخليوها حتى ينشح الماء نتاعها. الصلصة نتاع الروز راهي لازمها تكون عاقدة. الروز يفور عنده 15 دقيقة، توا باش نقلبو ونبردو وبعد نعاود نرجعو يزيد يفور. توا باش نحط شوية كركم ونخلط. هاني كملت خلطتو، وبعد ما نخلطوه نرجعوه للكسكيس ونحطوه يزيد يفور حتى يطيب الروز والسفناريا. السيبيا طابت، شوفوا كيفاش الصلصه نتاعها تجي هكايا، تجي صلصه نتاع الروز تكون خاطره. توا باش نحط شويه فلفل اكحل، شويه كمون مش برشا، شويه كمون، وباش نصب شويه زيت زيتونه مقدار نتاع مغرفتين، ونخليها تزيد تغلي دقيقتين، وبعد باش نطفي عليها الصلصة والصطاب. وهاني توا باش نطفي عليه. هكايا يكون التطيب نتاعو الروز. شوفوا السفناريا كيفاش قعدت في لونها كي طابت في التفوير، والروز طايب كعبة كعبة. الصلصة طابت وهني توا باش نطفي عليها. احنا في العادة الروز هذي انا كي نطيبو كل صحن نعبي فيه ونحط فوق منه الصلصة اللي بالسيبيا. انا توا هني عبيتو الروز كله فرد صحن، وتوا ناخذ مك الصلصة هذي اللي طيبتها ونحطو هكايا من فوق. الروز هاني كملت عبيتو، توا باش نحط فوق منه اك الجلبانة اللي صمتها. ها
هذا هي الرز اللي طيبته بالسيبيا، هاني كملت عبيته، راني ذقته، راهو جاي بنين بنين برشا. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. بسلامة وشاهية طيبة، وما تنساوش الاشتراك بالقناة شو وصل لكم جديد الفيديوهات واحلى واشهى الاطباق التونسية.